الوصفه بقى الجايه دي وصفه صيفيه جدا، شبه كده الجمبري. عاملين الذره المشوي، عارفين الذره مشوي عادي خالص، جايبين ذره مشوي حتى لو احنا جبناه من العربيات اللي بتبقى واقفه، وعامله لنا ذره مشوي حلو. بجيب ذره مشوي ومعايا جبنه بارميجان، مفيش جبنه رومي، معايا عصير ليمون، معايا كمون، معايا فلفل اخضر وكزبره. بجيب الذره ده بقطعه كده وايه وبالسكينه، وانزله بالسكينه لحد ما يبقى ايه مفرفت كده، اللي هو ايه سلطه الذره المشوي التحفه، طبعا تليق جدا على الجمبري اللي انا عاملاه ده من شويه، وفي نفس الوقت خفيفه، سعرات الحراريه بتاعتها قليله. هنا ده احنا شويينه، بس انا بقول لكم بيبقى لطيف قوي لو جبناه اصلا مشوي. انا بقى سخنت النار عشان هديله تشويحه اكتر، لان انا كنت عايزاه من المشوي اللي من عند الراجل الدره، او نقعد نسخنه كده ايه على الجريلا، فعشان كده انا هنا هسخنه اكتر. هو اصلا بيتاكل سخن السلطه دي وبتبقى جميله جدا. حط معاه معلقه زيت واحده، زيت زيتون، معلقه صغيره، نقلب واسيبه ايه شويه كده لحد ما احس ان هو ايه اتشوح كويس قوي. اكون محضره بقيه حاجتي اللي هي الكمون والليمون والكزبره وكمان الفلفل الحامي، وما تنسوش الجبنه البارميجان، الكزبره الخضراء، عصير الليمون، الكمون، هحط شوية كده من الجبنة هنا، ريحته فظيعة، ريحة الذرة بزيت الزيتون. احط له دلوقتي شوية ملح وفلفل اسود، ريحته حلوه قوي قوي، هتتبسطوا بالطعم سلطه الذره دي جدا، الذره المشوي مش سويت كورن، لا الذره المشوي هتفرق قوي في الطعم، فرق اكننا بناكل ذره مشوي بالظبط بس بطريقه مختلفه شويه. الدريسنج كمان عصير الليمون وزيت الزيتون والكزبره والفلفل، طبعا احنا ممكن نحط فلفل احمر مش لازم كله اخضر، فاخضر كده واهو